اول شيء الحمد لله على السلامه من تلفزيون الفجر الجديد. الله يسلمك ويرضى عنكم بارك الله فيكم، بشكركم شكر يعني جزيلا على هذا الاهتمام بالاسره وحضوركم معنا هون. 13 عام في داخل السجون الإسرائيلية، يعني ما هي المعاناة في داخل السجون حتى هذه اللحظات حتى خروجك من هذا السجن؟ 12 عام يعني شغلة لا توصف، معاناة صعبة. في القسم كنت فيه كان فيها 4 حالات سرطانية، بعرفش يعني نستنى يكون في واحد لحظات. السجون عبارة عن أرقام أو مقابل الأرقام، فلا بد أن نتحرك في لحظة من اللحظات. تركت وراي 2 كانوا في العزل 18 سنة أو حوالي 20 سنة، وهذول الناس يعني واحد منهم كان نفسي اني اشوف ولد بس اليه، صار عمره 56 سنه والثاني عمره 60 سنه. فرجعنا للشعب، من الشعب، من كل شعب، الاسرى بحاجه لاربع حروف بس: حريه. وامننا في ربنا وثم بالشعب انه يكون هذا الطلب يعني مجدي وفي عين الاعتبار. طيب في داخل السجون أيضا هناك كانت الوحده عنوان للاسرى البواسل بغض النظر عن الفصائل والاحزاب. نعم، وما زالت الوحدة هي عنواننا، وما زالنا بنسعى للوحدة، والوحدة هي أساس لتحرير الأسرة صراحة، والأسرة هم عنوان الوحدة، ولا تكون الوحدة إلا في الأسرة إن شاء الله رب العالمين. طب قبل أن تخرج من السجن تركت خلفك أكثر من 5000 أسير، يعني رسالتهم للقيادة الفلسطينية أيضا؟ طبعا الوحدة، ثم الوحدة، ثم الوحدة إن شاء الله، وفي الوحدة يكون يعني الثبات على المبادئ، الثبات على الثوابت، ويكون هناك في إفراج إن شاء الله للجميع. أول فرج الجميع إن شاء الله رب العالمين. نعم، ما هي المعاناة التي يعانيها الأسرى في هذه الأوقات خاصة في ظل ضغوطات السجان في داخل السجون الإسرائيلية؟ يعني آخر فترة صار في نوع من الاقتحامات لقوات الدروم ومتسادة، اقتحامات ليلية، وهذه الاقتحامات بتؤدي يعني نوع من الإزعاج للأسرى ونوع من القلق ونوع من الارتباك النفسي، وهذا الكلام بيأثر على الأسير وحياة الأسير. لا بد يكون هناك وقفة من القيادة ومن الشعب خلف الأسير، وينطوهم يعني حوالي معشار ما بيعطوه للمهرجانات، وإحنا هذا إشي طلبنا وإن شاء الله رب العالمين بوافقنا له. وإحنا بقول لك الحمد لله على السلامة من تلفزيون الفجر الجديد. شكرا لكم.